بهدف تفعيل دور المرأة في التنمية الاقتصادية، أقامت جمعية مورد بازار مورد السنوي لأول مرة في محافظة حماة بمشاركة 30 سيدة من مختلف المحافظات السورية. هلا من ضمن نشاطات جمعية مورد لتفعيل وتطوير دور المرأة بالتنمية الاقتصادية بازارات سنوية بتكون، أحداها بيكون بالشام وواحد بيكون باللاذقية. السنة لأول مرة كان بمحافظة حما. البازار هو بيشمل كل المنتجات للسيدات السوريات. الهدف من البازار هو نسهل عملية خلينا نقول المنتج وصوله للمستهلك بدون وجود وسيط. الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية من دورها تمكين المرأة، فلهيك نحن كل بازار ومعرض بصير ندعي السيدات اللي هن أساسا بيشتغلوا معنا بالتدريب المهني، تدربوا عنا فصار عندهم منتجات، ناخد طاولة وندعي السيدات لحتى هن يشاركوا بهي المنتجات ويستفيدوا ويبيعوها. البازار يضم مختلف المنتجات اليدوية والصناعية والثقافية، ويساهم في دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة. نحن مشاركين بكل شيء بخص الهاند ميد، لوحات، مفارج، طاولة، كل شيء بخص الهاند ميد. يعني جايين من الشام طبعا، وأول مرة منشارك بحما. أكيد بتعاونينا كتير، يعني تعرفنا على محافظة جديدة وناس جداد وكتير سعيدين بهالمشاركة معهم. جايين من حماس، حابين نشارك سيدات أعمال حما بأشغالنا اليدوية مع مورد، وأنا بشتغل عبايات كلياتهم هاند ميد، في شي تتريز، في شي شك، وفي شي ضايفيلو دانتيل وهالقصص، وحبينا نشارك. نحن اسم مشغلنا تكتكة، المشغل بطرطوس. نحن من خلال جمعية مورد تعرفنا انه رح يقيموا معرض بحما، نجينا من طرطوس نشارك يعني مع جمعية مورد. ويساهم البازار بالتشبيك ما بين السيدات من مختلف المحافظات وتوفير الأدوات والإمكانات لمساعدة المرأة على تطوير عملها. حسام الشب، الإخبارية السورية، مدينة حماة.